السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب 5 ابتدائي، أهلا بيكم، رجعت لكم تاني مع ليسون 4 من يونت 1 كونكت بلس الترم الأول. أول حاجة حيوان اسمه حيوان الأطوم أو الأطوم، حيوان ثدي مائي من نوع الثدييات اللي بتعيش في المية زي الحيتان كده. احنا قلنا قبل كده الحيتان مش أسماك، دي حيتان ثدييات. اسمه دياجون. طائر الرفراف اسمه كينج فيشر. حبوب اللقاح بولن. دودة يعني warm. خلي بالك warm بالاو يعني دودة، warm بالاي يعني دافي، فخلي بالك الفرق بين الاثنين. طيب بعض الديفينيشنز، worried معناه قلقان، جاي من worry يقلق، worried بقى يعني قلقان. قال لك you feel unhappy because you are thinking about problems or things that could happen، يعني انك تحس انك مش مبسوط عشان بتفكر في حاجات او مشاكل ممكن تحصل. طيب مندهش اسمها surprised. قال لك something happens and you didn't think it would happen، حاجة حصلت وانت ما كنتش فاكر انها تحصل، فحصلت فاتفاجئت بقى. confused يعني حيران او مشوش او متحير. قال لك you find it difficult to understand something، لما تلاقي انك مش عارف تفهم حاجة او حاجة حصلت مثلا وانت مستغربها مش عارف هي ازاي حصلت او تحصل ليه او كده، دي بنسميها confused. الافعال بتاعتنا fly الماضي flew، التصريف الثالث flown fly flew flown، sit يجلس sat. come out يخرج من، الماضي بتاع came out، التصريف الثالث come out come. hear يسمع heard. bring brought. طيب بعد كده بقى يا سيدي القطعه بتاعتنا بيقول لك in the mangrove tree، يعني في شجره المانجروف. قال لك a kingfisher was visiting her old friend، يعني عصفورة من عصافير الكينج فيشر أو طائر الرفراف ده كانت بتزور واحدة صاحبتها the lizard السحلية in a mangrove tree في شجرة المانجروف. she flew down and sat next to the lizard، طارت نزلت تحت كده على الشجرة وقعدت جنب السحلية. قالت لها you look sad، انت شكلك زعلانة، said the kingfisher to the lizard. what is the matter، مالك يا سحلية يا حبيبتي. people came and cut down some trees، the trees protected the worms and the fish we eat. فالسحلية قالت لها والله في ناس جم وقطعوا شوية شجر، طب الشجر ده بيحمي الديدان والأسماك اللي احنا بناكلها، فلو قطع الشجر هناكل منين. but now it's difficult to find food، دلوقتي الموضوع بقى صعب ما عندناش لاقيين أكل. oh no said the kingfisher، قالت لها يا نهار أبيض ازاي الكلام ده، looking worried وكان شكلها قلقانة قوي. I'm hungry، أنا جعانة، أكل إيه دلوقتي؟ طبعا الكينج فيشر ده بياكل الديدان والحشرات والحاجات دي. suddenly فجأة a dugong came up out of the sea، حيوان الأطوم ده والأطوم طلع لهم من البحر، احنا قلنا هو حيوان ثدي بيعيش في البحر. hello dugong، ازيك يا dugong عامل ايه، said the lizard، السحلية بتقوله ازيك يا dugong، surprised متفاجئة كده. hello lizard، ازيك يا سحلية. hello king fisher، ازيك يا طائر الرفراف. I have some bad news، أنا عندي أخبار وحشة، said the dugong، بيقول لهم أنا عندي لكم أخبار وحشة، هم أصلا في أخبار وحشة يعني. what is it، إيه يا ترى في إيه، إيه اللي حصل. are the people back again، هم الناس اللي قطعوا الشجر رجعوا تاني. asked the kingfisher، الطائر الرفراف بيسأله، بيقول لهم اللي بيقطعوا الشجر رجعوا تاني، قال له yes they are، رجعوا تاني. can't you hear them، هو أنت مش قادر تسمعهم، replied the dugong. the lizard and the kingfisher listened carefully، فهم الاثنين استمعوا كده بحرص. they heard trucks and people shouting، سمعوا صوت trucks عربيات النقل الكبيرة والناس قاعدين يزعقوا. oh no يا نهار ابيض. how many more mangrove trees are they going to cut down، said the lizard. cried اللي هي صرخت، يعني مش معناها عيطت، اللي هي صرخت بحزن كده، يا ترى هيقطعوا كام شجرة كمان، السحلية اللي بتقول. at that moment في اللحظة دي the animals heard a buzzing sound، buzzing اللي هو صوت المنشار الكهرباء اللي ده او ده، هو ده صوت البازنج بقى. there were three bees، لا ده صوت النحل، سمع صوت النحل اللي هو الزن بتاع النحل ده around the tree، حوالين الشجرة، يعني في نحل كده بيلف حوالين الشجرة. one of the bees flew close to the other animals and said، واحدة من الثلاث نحلات دول قربت من الحيوانات التانية اللي هم الطائر الرفراف والديوجون والسحلية، وقالت لهم ايه، the people are not
going to cut down more trees. قالت لهم ما تخافوش الناس مش هيقطعوا شجر كمان. They are going to plant other mangrove trees. ده هم هيزرعوا شجر مكان اللي قطعوه. They understand. هم فهموا that they made a mistake. ان هم غلطوا غلطة كبيرة. They have learned that the mangrove trees are important. وكمان عرفوا وفهموا ان اشجار المانجروف دي مهمة جدا. So they are planting new ones. فهم جايين دلوقتي يصلحوا غلطتهم ويزرعوا شجر جديد. They brought us here to help the trees grow. وجابوا النحل كمان معاهم عشان نساعد ان الشجر ينمو. طبعا زي ما احنا عارفين ان النحل بينقل حبوب اللقاح من نباتات لنباتات من الزهرة لزهرة فبيساعد على تكاثر النباتات ونموها. Asked the Diogon how will you help the trees grow? فديوجون بيسألها بيقول لها هو انت تساعده ازاي الشجر ان هو يكبر يعني انت تعمله ايه؟ Confused هو حيران مش فاهم الاجابة يعني. فالنحلة قالت له we carry pollen from one plant to tree or tree to another. يعني احنا بنشيل حبوب اللقاح وبننقلها من نبات او من شجرة لشجرة تانية او لنبات تاني. And that helps them to make seeds. وده بيساعد النباتات ان هي تعمل بذور جديدة والبذور بعد كده تقع على الارض فتطلع اشجار جديدة زي ما احنا عارفين. So is life going to get better here? Asked the kingfisher. فطائر الفراب بيقول يعني الدنيا هتبقى حلوة هنا والحياة تتحسن وبتاع. قالت له yes it is. Replied the bee smiling. ردت عليه النحلة وهي مبتسمة قالت له ايوه ما تقلقش الحياة هتبقى جميلة وحلوة. Good said the lizard and the kingfisher together. فالسحلية وطائر الرفراف هما الاثنين مع بعض في نفس واحد قالت طب كويس. We are hungry. احنا جعانين عايزين شجر جديد عشان نلاقي اكل كتير عشان ناكل. بس كده نيجي بقى على الاكتيفيتيز بتاعتنا او التدريبات دي طبعا listening. المهم يعني هي نفس القطعة اللي احنا استعرينها. Was visiting her old friend. طبعا مين؟ King Fisher. The lizard looks. طبعا كانت ايه؟ worried. كانت قلقانة عشان الناس كانوا بيقطعوا الشجر. People came and ايه؟ some trees. طبعا ايه؟ cut down some trees. قطعوا شوية اشجار. It's difficult for ايه to find food. It's difficult for animals عموما to find food. يعني من الصعب على الحيوانات ان هي تلاقي اكل دلوقتي. طيب the trees ايه the animals food. الاشجار بتعمل ايه في اكل الحيوانات؟ كل بتقتلهم ولا destroy بتدمرهم ولا damage بتدمرهم برضو؟ طبعا ايه protect بتحمي الاكل ده اللي بيعيش فيها الحشرات والديدان اللي الطيور دي بتتغذى عليه. The animals can't find enough ايه to eat. مش لاقي ايه عشان تاكله. juice ما بيتاكلش. water ما بتتاكلش برضو. trees لا الحيوانات ما بتاكلش الاشجار بتاكل ايه food الطعام. is to feel unhappy انك تحس انك مش مبسوط يبقى معناه ايه worried انك قلقان. طيب ايه means something happens and you didn't think it would happen. حاجه حصلت وانت ما كنتش متوقع انها تحصل يبقى طبعا معناه ايه متفاجئ surprised اللي احنا لسه قايلينها في الصفحه اللي قبلها. ايه means you find it difficult to understand something انك تحس انك مش فاهم حاجه طبعا دي معناها متحير ليه confused. طيب you look sad enough food to eat ولا bees to help the trees grow ولا something happens and you didn't think it would happen ولا what is the matter. شكلك زعلان فاقول لك ايه what is the matter مالك. surprised means متفاجئ قلنا ايه something happens and you didn't think it would happen حاجه حصلت وانت ما كنتش متوقع انها تحصل يبقى طبعا ده استخدم معايا c. the animals can't find الحيوانات مش لاقيه طبعا ايه enough food to eat اكل عشان تاكله. the people brought the ايه طبعا the bees to help the trees grow جابوا معاهم النحل عشان يساعد ان الاشجار تنمو وتكبر. طيب دي نفس القطعه تاني اللي احنا لسه قريناها فنقراها بقى المره دي بس من غير ترجمه لان احنا لسه مترجمينها هي نفس الكلام يعني. فبقول لك the kingfisher visited her friend the lizard in a mangrove tree. the lizard was sad. she explained that when the people came to the mangrove forest they cut down the trees. after that it was difficult for the lizard to find food to eat. Diogon told his friends, the kingfisher and the lizard, that the people were back. They could hear trucks and people shouting. The animals were worried. Then they heard some bees buzzing around the tree. A bee told the animals what was happening. The people learned that the trees were important and that they were part of the ecosystem. طيب, the lizard was إيه؟ بصي كده, the lizard was ايه sad. طيب the animals could ايه trucks and people shouting يعني التراكس والناس اللي بيزعقوا طبعا ايه hear يسمعوهم من غير ما اقرا القطعة اصلا حتى لو مش عارفها بص في القطعة كده and people ايوه couldn't ايه hear يسمعوا.
طيب where does a lizard live؟ الليزرد او السحليه كانت عايشه فين؟ ايوه in a mangrove tree. دي الاجابه دي بتاعت رقم 3. طيب why was it difficult for the lizard to find food؟ ليه ما كانتش لاقيه اكل؟ because people were cutting trees. ايوه they cut down the trees، بس بشيل زي دي واحط مكانها ايه؟ people. people يبقى اقول because people were cutting down trees او cut down trees. طيب الترتيب دي طبعا نمبر 4. الترتيب بقى the dragon says بيقول that قال ان او بيقول ان the people are back، ان الناس رجعوا. how will you help the trees grow؟ ازاي هتساعدوا في نمو النباتات نمو الاشجار؟ ده طبعا السؤال اللي سأله حد فيهم للنحلة، مش فاكر مين اللي سأله. people came back، لا came and cut down some trees، يعني الناس جم وقطعوا شوية أشجار. people came and cut down some trees. mangrove trees أشجار المانجروف مالها؟ are part of the ecosystem، يعني اشجار المنجروف هي جزء من النظام البيئي. كده يا شباب يكون خلص الدرس الرابع. هو الحمد لله يعني منهج كونكت بلس الى حد ما صغير شويه عن السنه اللي فاتت، فالحمد لله يعني نحمد ربنا على كده. وكده يكون خلص الدرس بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب بعد اذنكم يعني. واي حد محتاج اي سؤال الرقم موجود على غلاف القناه، او ابعتوا اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.